بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأشرف الأعظم محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الإمام الحسين سلام الله عليه: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي. الإصلاح كان مع الاستعداد للمواجهة، الإصلاح مع رفض الذل والمهانة. لذلك ندعو شعب البحرين الاستجابة للقوى الثورية والائتلاف شباب 14 فبراير، والاندفاع والتقدم رجالا ونساء وشبابا نحو ميدان الشهداء، وذلك انطلاقا لتحرير البحرين من الكيان الخليفي. ميدان الشهداء ذكرى انسكاب الدم البحراني حيث فاجعة الخميس. ميدان الشهداء منه انطلقنا وإليه نعود بإذن الله. معكم جميعا 14 أغسطس نندفع معه إلى ميدان الشهداء، والحمد لله رب العالمين، وهيهات من الذل.